السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل حصر من خلال برنامج النفس وركس. اول حاجة اعملها ان انا هاجي هنا كونتيفيكيشن، الاقي بروجكت سيت اب، ادوس عليها، اختار الكتالوج اللي هبدأ اشتغل عليه. كتالوج عبارة عن تقسيمات، يعني بيقول لي الابواب، وتحت الابواب كذا، تحت الشبابيك كذا، ايه الانواع اللي موجودة فيها. اقول له نكست، بيقول لي عايز اشتغل بالامبريال ولا بالمتريك ولا نفس الحاجة موجودة في المشروع، هستخدم نفس الوحدات. اقول له بالمتريك وابدا اختار لو انا عايز اغير الوحده من هنا، اقول له نيكست فينيش، هيبدا يجيب لي الكتالوج. يعني بيجي يحط لي كل حاجه يعني بيحط لي مثلا الماتيريال هنا والميكانيكال هنا والالكتريكال هنا على اساس يسهل عليا الشغل. طيب هقول له هنا انا عايز اختار مثلا كونكريت، وابدا اختار العناصر اللي انا عايز احطها في الكونكريت، وليكن مثلا الاستراكشر فريم، اسحبه مثلا احطهم في الكونكريت. وخلينا نشوف مثلا ايه تاني، الفلور مثلا احطها برضو في الكونكريت. هرتبهم لي ازاي؟ الاستراكشر هو 0.3.3، اللي بعد كده اللي هو الاعمده ده 0.3.1، الاعمده ديت هتاخد 0.2، الفلور هياخد 0.3.4. طيب هقول له مثلا عايز الاستراكشر كولوم، هقول له مثلا العمود دوت انا عايز ابدا اعمل له الحصر بتاعه. هدخل هنا في الايتم كاتيجوري وهقول له ايه انا عايز، ممكن تختار دوت، عايزين نبدا نقول له ايه اعمل لي الحصر بتاعه اللي هو يوزر سورس ده مثلا. هقول له يوزر سورس، لو في جديد ممكن تختار جديد، او لو هو موجود اصلا بتقول له اختار من الماستر ريسورس اللي موجود، يعني يكون انت حاجه عملتها قبل كده. طيب هقول له مثلا هنا كونكريت. طيب ده انت عايز تحصره بايه؟ عايز تحصره بالعدد الكميات ولا بالفوليوم ولا ايه؟ انا مثلا عايز احصره بالفوليوم، وممكن تيجي هنا تقول له مثلا اضربه لي في 1.2 مثلا. تمام. طيب موديل فوليوم تقدر برضو تدي له الرقم اللي انت عايزه، قول له مثلا احسبه بالكيوب متر مثلا يوزن ايتم، هيبدأ يتضاف بالشكل دوت. تقدر تنسخه وتضيفه لبقية العناصر لو انت حابب. طيب هاجي هنا هقول له وريني الحصر، اهو هتلاقي ان هو حصر اهوت الفوليوم، وحصر البريمري كونتيفيكيشن للعناصر اللي موجودة، وهنا ريسورس، كل الريسورس اللي انت استخدمه هتلاقيه موجود هنا. اقدر اجي هنا واقول له اكسبورت، اقدر اصدر الكتالوج اللي معموله التقسيمات ديت، اقدر اصدر الحصر للاكسل، ممكن اعمل تصدير للحاجات اللي انا محددها. بس ممكن هنا اقول له انا عايز هايد تيك اوف، اخفي لي الحاجات اللي اتحصلت اللي هي الاعمده الانشائيه والروف بتاعي، او اقول له اظهر لي بس اللي معمول الحاجات اللي اتعمل لها تيك اوف. طيب هاجي هنا واقول له اكسبورت كوانتيتي تو اكسل، و ادي الاسم اللي انا عايزه واقول له سيف، يبدا يحصر لي الحاجات اللي اتعمل لها حصر، ويبدا يفتح لي جدول الاكسل. هتلاقي الحصر هو كل الداتا، الريسورس وهكذا، فتقدر تلاقي حصر كل العناصر اللي موجودة في المشروع.